يقول قال لي أحد الناس إن دخول الجنة بالحظ، فقلت له من أين أتيت بهذا الكلام؟ فقال لي يقول الله تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فهل هذا صحيح؟ دخول الجنة بالعمل، قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل سبب لدخول الجنة، وأما دخولها فهو برحمة الله عز وجل، لكن العمل سبب لدخول الجنة، بدون عمل لا تدخل الجنة. إذا عدم السبب عدم المسبب، فلا بد من العمل، ولا يبحث عمل عمل. وقوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني الصبر على من آذاك، صبر على من آذاك والعفو عنه، هذه خصلة لا يوفق لها إلا من أعطي الصبر. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي هذه الخصلة وهي الصبر على أذى الناس والعفو عنهم، هذه الخصلة لا يعطاها إلا من أعطي الصبر وأعطاه الله حظا عظيما. هذا المقصود من الآية. أما الجنة لا تنال إلا بعمل، بعمل صالح هو سبب دخولها، وبدون عمل لا طمع بدخول الجنة. نعم.